انت عم تغلط هيك يا 54. لك يا اخي وقف شوي، رح تخليني وقع الشاي من ايدي هلا، انا متوتر خلقه. انه بس بدي افهم انت كيف بتتصرف من عقلك. لك رجب، انا هي اول مره بحب بنت، مستكترة علي يعني؟ ليش مستتقلة يعني؟ يعني نحن على طول حاملين روحنا على كفنا يا اخي. يلا دق على الباب لشوف. دق، بلكي كانت اختي اليف محتاجه لشي. لك شو عم تعمل لك اخي؟ شو هذا اللي عملته؟ عم دق. خوفتني لما ندق الباب هيك، قلت صاير في شي. شبك شبك، خليك قوي لك اخي. لا تاخذي لرجب يا انسي، هو اخي ايده تقيله شوي. انا جبت شو اسمه لك، انا جبت ايه ها يعني جبت لكم شويه اكل لتصيروا جوع. يعني كانوا للاكل هنن واندلق منهم شوي يعني، بس منظرهم هيك. ليكي انا بنظف الصينيه بالمحارم، وبصراحه صار هيك من التوتر. جبت لي اياهم الي يعني؟ ايه، لانك ما تركتي اختنا اليف ابدا. عن جد يسلموا، نحن بنتشكرك كثير. طيب يسلموا ايديك. مو مناسبه لك. اسكت شوي بالتا، اسكت شوي. هلا لو انه اختي اليف ما كانت هيك، نحن فرقه العمليات الخاصه كنا اجينا وبقينا جنب راسها، بس لانه هي بنت بيختلف الوضع شوي. بتتعودي عليه بعدين. انا اخذ مني سنين لاتعود، بس تعودت. هلا نحن بلا ما نزعج حضرتك، يعني بلا ما نفوت لجوا، وبدي اقول لك اذا اختي اليف احتاجت لاي شيء شو بتعملي؟ وينون وينو هذا رقم تليفوني، اتصلي فورا. يعني نحن رح نكون ناطرين بالمشفى تحت، دغري بيجي لعندك. هو قصده انه انت اتصلي وهو بيجي رقد لعندك. شو؟ مو هيك يعني؟ أنا غلطان شي؟ ما كان ناقص غير تطبع كروت لحالك. بسيطة، أكيد رح تتعودي. أنت بينادوا لحضرتك اسم غريب شوي، ما فهمته منيح، يعني شو اسمه؟ 54. عفواً؟ 54 سكاريا. معك حق، بصراحة الشباب بالفرقة بعيطولي كارلوس. هذا اللي سمعتيه حضرتك ما؟ إيه هذا هو، وأنا شو فيني ناديلك؟ شو يعني تندهي له كارلوس؟ أنت بشو بتفرقي عنا؟ أنا ماشي يا أخي. ليك أنا بطني بلش يوجعني. تحرك قدامي كارلوس. أماني ما تواخذي يا أنسي، أماني. لك شو صار لك أنت؟ تركني بحالي. امشي. شو بك؟ عما كل شي تمام مو هيك؟ في أي مشاكل؟ لا أنا مدبرة كل الأمور. حسيت الأستاذ متوتر، قلت يعني بركي بقدر ساعده مشان ما يتأخر. لا يسلم، بس بوراتنا أخذت شوية وقت، ويعني لما بتصير هيك مشاكل أعصاب الواحد بتتعب طبعا، بس حضرة الخانم عم تساعدني مشكورة. تمام، حبيت أسأل بس. شكرا لك. مع السلامة.